من ضمن الحاجات اللي انت هتشوفها معانا النهاردة بقى ايه؟ تقرير جميل جدا ومهم جدا، تقرير فيه البصمة المصرية. بصمة في ايه؟ بصمة الطراز المعماري. انت عارف اسكندرية ليها كده ميزة جميلة، اسكندرية نفسها ليها ميزة جميلة جدا في الطرز المعمارية بتاعتها، اللي هي كانت مزيج من البلجيكي والايطالي واليوناني والفرنساوي، وطلع طراز مختلف موجود في اسكندرية، وطراز اخر مختلف كمان موجود عندنا في القاهرة، ما يطلق عليه القاهرة الخديوية في وسط البلد، يعني وسط البلد بتاعت اسكندرية ووسط البلد بتاعت مصر. اتاخد الطراز ده وتعمل منه حاجة اسمها المدينة التراثية، مدينة جميلة على 260 فدان، فيها المسارح وفيها السينمات وفيها دار الأوبرا وفيها المتاحف، فيها المساجد، فيها الكنائس، فيها أماكن تقدر تقعد فيها وتخرج وتاكل وتشرب وتتفسح أنت وأولادك، أنت وأولادك وأصدقائك إلى آخره. فيها بقى، وده الأهم، والمسألة مش بس متعلقة بالمدينة التراثية، ولكن متعلقة بالمدينة اللي احنا فيها دي، العالمين الجديدة. احنا عملناها ليه؟ ده سؤال. طيب، عملناها بمنتهى البساطة عشان يبقى في عندك مدينة من المدن الحديثة اللي اسمها مدن الجيل الرابع. عملناها علشان انت مصر ما ينفعش تبقى متأخر. عملناها لان ليها مردود اقتصادي، واللي يقول لك كده عيل خايب او عيل تافه او عيل عاوز يقعد يشوه الصورة قدام عينيك. كل شبر موجود هنا جاب فلوس، مش اتصرف عليه فلوس وخلاص، الدولة صرفت وعملت بنية اساسية وجهزت كل مكان، وكل شبر موجود هنا جايب فلوس، وفلوس كويس. تأثر على كل حاجة والله. طيب بلاش دي، كل شبر موجود هنا اتعمل بايه؟ سيبك من الانتاج الفكري بس، يعني التصميمات والرسومات وكل الكلام الجميل ده وتكنولوجيا الهندسية اللي اتبنت بيها المدينة، لكن كمان بسواعد وعرق الناس، العامل المصري والمهندس المصري والموظف المصري اللي جه هنا ما سابش المنطقة من سنة 2018، يعدي بقى مرة كل أسبوع، كل 3 أسابيع على بلده، قريته، محافظته، علشان يشوف أهله، عشان هو هنا بيبني ويعمر. طيب يعني جاي منين؟ جاي من كل حتة، جاي من الصعيد وجاي من دلتا وجاي من مطروح وجاي من اسكندرية، كل واحد هنا ليه فرصة عمل. طب ولما هي حلوة قوي كده يا عم يوسف، الناس دي يعني مش بترجع بلدها ليه أصلا؟ ما يكمل هنا لما تكمل. طب أنا هزيدك من الشعر بيت، وفي بعضهم فعلا بدأ يجيب أهله بشكل تدريجي. كل اللي أقدر أقوله لك، زمان والدتي جابت لي قاموس كان إنجليزي عربي اسمه قاموس إلياس العصري لمؤلفه إلياس أنطوان إلياس، مترجم لبناني شهير جدا يعني. آخر القاموس كان بيحط صور، وتحت كل صورة الاسم باللغة الإنجليزية أو وصف الصورة بالإنجليزية، وكاتب تحتها مثال وقايل: مثل صيني، رب صورة تغني عن 1000 كلمة.